المقصود بالنظام الهرمي هنا ان احنا بنستغل المساحه الموجوده باقصى امكانيه ان احنا نستغلها ما نسيبش حاجه فيها. عاملين نظام الارض الدور الاولاني ده بيبقى فلات، ده بيتحط فيه الامهات واحيانا النتاج بقى في مكان. يعني حضرتك لما تشوف البوكسات في اخر العنبر دي بوكسات ولادات. دي امهات، دي خاصه بالامهات، وفوق كل ده النتاج اللي فوق ده. طيب عاملين هنا ايه؟ في صاله فاصله ما بين الاثنين، ما بين الجزء الفوقاني والتحتاني، دي الصاله. عشان الزبد بالنسبه للزبد والبول ينزل كله تحت على الارض. الارض نازله كلها اسمنتيه ونازله بالميول، يعني هنا دي نازله بالميول. بيجي في مصرف هنا بيوضع ماسوره بترمي على ترع بره. يبقى أيوة. احنا كده خلصنا من جميع طرق اللي هي المكلفات كلها نضفنا. طيب احنا لو تلاحظوا حاجه هنا ان احنا الانوف الصغيره المختومه دي احنا اول ما بيجي قلب مختومه وبعد مش اصعب مقتنع على الفيزا في المشكله بتعمل خسائر اقتصاديه ان انت بتشيل ارنب صغير من عند امه. دي بتعمل خسائر فلوس جامد قوي ودي بتاثر بوظ المشاريع. بنعمل ايه؟ بنجيب دلوقتي الام دي وانت مثلا هنا حوالي دول طالعين من الام تحت مثلا امهات دول سبعه. هنقول دول جايين من ام واحده. بنقسمهم مجموعات كده او لو كانوا جايين من كذا ام كل الارانب طالعه الام بتاعتها اتحطت في مكان مع بعضها عشان لو مختلفين عن بعض ممكن يكبروا يعوروا بعض لازم نفس الاخوات مع بعض. طيب اول يومين بناكلهم دريس. الدريس ده عباره عن برسيم مجفف زي ما حضراتكم عارفين. الميزه اللي فيه طبعا بيبقى هضمه سهل للارنب، نسبه الالياف فيه عاليه، فبالتالي ما بيحصلش عمليه الاسهالات لان اخطر حاجه في المرحله اللي انتم شايفينها الصغيره ديت الاسهالات دي بتعمل جروب جامد. الارنب جاي من بياخد لبن الام متعود عليه وبياخد عليها خفيفه ونيجي نفاجئه مره واحده نقول له انت لوحدك عيش حياتك وكل بقى. فطبعا بيحصل دروب جامد في الموضوع ده. لاحظتوا هنا حاجه ان برضه ده في هنا خط هنا عندنا الخزان وميه نازل فيه خرطوم، الخرطوم الاحمر ده نازل بيمزق كل الخط ده ويلف من ورا ويغطي كله تحت وفوق. طيب زي ما قلت سيادتك في نقطه ثانيه ان هنا العلافه لو تلاحظوا العلافه متقسمه اربع اجزاء او ثلاثه. ليه؟ عشان النهارده بيجي الارانب بتاكل ما يحصلش تزاحم يعوروا بعض. انما عند الامهات بتبقى علافه واحده بس. علافه واحده على قد الام والمنتجات تاخد حاجات قليله معاها. لو تلاحظوا في شهيه بيقبلوا على الدريس ازاي؟ الارنب عنده قدره ان يقدر ياكل اي كميه اعشاب وحاجات جافه لان الارنب عنده الاعور بتاعه ده بيقدر فيه بكتيريا تقدر تهضم اي مواد السلوليزيه دي عكس البني ادم عكس حاجات المختبرات وكده. فبيقدر يستفاد بيها بسرعه بسهوله يقدر هضمها سهل وما تعملوش اي مشاكل. طيب هنقدر نعتمد هنسيبه ياكل الدريس وبس؟ لا ما ينفعش يضعف. بنبدا ايه بعد كده يوم ثاني يوم او ثالث يوم بنقدم له وجبه علف. الوجبه دي حضراتكم لو تلاحظوا بنقدمها بس طبعا هو بنقدمها 7 الصبح العلافه خلصها. هو احنا هو معنى ان يخلصها نديله ثاني؟ لا ما ينفعش. بنديله وجبه ثانيه نص الوجبه من السن نص الصبح ونص الساعه 5 العصر عشان يرجع مرتين لان الارنب طول ما في اكل قدامه بيفضل ياكل. طب مشاكل الاكل ايه؟ مزيجه ياكل يا عم متغذى انت تعبان في حاجه؟ بيفضل لما ياكل بيخرج مش يا ريت ما عندناش مشكله في دي. برافو عليك. بيحصل ايه بقى يا دكتور؟ يفضل ياكل كميه يرفع بروتين في الجسم عنده يملى المعده يشرب ميه يحصل انتفاخ بروتين يحصل انتفاخ كميه البطن تكبر بقى بيحصل طالما كده البكتيريا تنشط عليها ويعمل اسهالات ومشاكل كتيره ومشاكل معويه لان خد اكتر من احتياجاته لان العلف ده كل بيخليه يشرب ميه كتير لان العلف ناشف بيعطشه فما يقدرش وبعدين جوه البطن بينفش بمعنى لما بيتملى مع الميه مع العلف ده بيحصل ايه؟ ان حجمها تكبر فتملى حجم بتملى البطن وبتحصل بكتيريا تنشط وتعمل له اسهالات وتعمل له مشاكل في البطن وتؤدي الى اسهالات. احنا النهارده لو في الحاجات البسيطه ما يحصل حاجات زي دي بنعالج بايه؟ بالامتنان اللي هو البشري ممكن على نص سنتي بالتجريع بالبوق بنجيب سرنجه ناخد نص سنتي نحطها للنتاج الصغير عشان موضوع الاسهالات دي حاجات سريعه كلها ده غير حاجات تتحط في الميه البطل بيجي يقوم بيها. طبعا اللي عم فيها نبر بقى بيبقى خطوط يعني ده العنبر ده عشان صغير بيبقى خط واحد في النص. في عنابر ثانيه بيبقى كذا خطوط جنب بعضها. واهم حاجه طبعا التهويه لو ساعدتكم شايفين هنا فوق الشبابيك البحر دي كلها دي جايه احنا قافلينها دلوقتي عشان الجو ساقع لان الجو بالليل بيتلج يوصل درجه حراره من 10 ل 15 بالليل طبعا ما ينفعش. فاتحين الجزء القبلي الجنب ده هو القبلي. طبعا الاضاءه زي ما اتفقت مع سعادتكم ليس لها قيمه مع الارانب احنا بنعملها بس عشان احنا نقدر نسرفس عليها ناكل نعرف نغير بتاع الرمضيات نشيل الكلام ده كله ونظبط المسائل. طيب ازاي بعرف الارنب في اسهال؟ بقوم جايب الارنب النهارده في اختبار سريع كده احنا واحنا واقفين بقوم جايين بقوم كده الماسكه بتاعته برضه اهو بنفحص الارنب اهو. الارنب ده ابيض شايفينه مفيش اي حاجه سودا من تحت فيه. 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 فين؟
بيبقى في حته بيبقى لو في مصاب ده سليم بتكلم على الارنب ده سليم في حاجه ايوه انا ده ماشي ده في حاجه لا لا ده سليم طيب انا بتكلم على الارنب ده ما فيهوش اسهال لو في اسهال هتلاقوا الحته دي كلها الديل مبلول مبلول مرشح في مرشح في لونه مسود وفي اسهال وتلاقي الارنب يعني في مشكله بتقابله جامد على طول افرازات وفي حالات برضه لو في حاجه بقى تسبب في حاجه هنا فيها اسهال فين الاسهالات بتبقى زي ميه حواليه مش الاسهال ده زبل الارانب ده اللي هو الزرق ده الزبل اللي نزل عليه ميه وفجاه نزل عليه ميه تنفش عادي نفش زي ما انتوا شايفين كده الثانيه تبقى واضحه الثانيه اسهالات لا ارنب جالي هو بالنسبه دلوقتي سائل لونه اصفر لا ده البول ده البول بتاعه اصفر البول بتاع انتوا اتكلمتوا في حته مهمه البول بتاع الارنب لما بينزل لازم الارض تكون ناشفه طيب بنعمل ايه لو فيها ميه الميه بيحصل تتفاعل مع البول بتاع الارنب بيكون امونيا الامونيا تتصاعد تقوم طالعه تاني فوق لما تطلع الامونيا تتصاعد ده هنا لازم لذلك العامل بينظف مرتين ليه؟ لازم كل الارضيه دي تكون ناشفه مفيش اي نقطه فيها خالص النهارده زي ما انتم شايفين البول بتاعه لما يتحد مع الميه طلع الامونيا تعمل له التهابات تنفسيه ودي بتعمل له مشاكل كبيره جدا وتعمل التهابات رئويه وتعمل لها مشاكل في التنفس والفرق اللي الارنب نفق مننا بسبب الكلام ده نيجي نرشح الرخوه نشوف الرئه نلاقي اللون بتاعها قرمزي فاتح في ساعات نقط كده الطب البشري بيعرف يا جماعه ده كان سبب التهاب رئوي نتيجه النزلات الموجوده عنده. ديت مصطفى العمر طبعا احنا رافعينه شويه يعني جينا صبنا هنا على اساس برضه تبقى متابعه ما تاثرش على القضيه. نخلي العامل يشتغل مرتاح شويه. مرتاح شويه سهل عليه طيب في احنا في احتياجات الغذائيه يعني الارنب زي كده في الحجم ده محتاج قد ايه كميه عدد؟ هنا تاخده 150 جرام 100 جرام. يعني بنعمل جرعه من دول ثلاثه ب 300 جرام بنحطهم على 150 الصبح والباقي بالليل. العامل معاه الكوبايه بيبقى معايا المعايير بتاعها عارف قد ايه الجرعه 150 يقسمها على الارانب دي كلها ويبتدي يوزعها. معامل التحويل اليوم معامل التحويل بتختلف على حسب الاعمار بمعنى ايه؟ في العمر الصغير معدل التحويل بيبقى عالي كل ما بنكبر معدل التحويل بيقل. في الغالب الانواع اللي هي زي كده توصل معدل التحويل من 1 ل 4 او 1 ل 5 بمعنى كيلو لحم صافي بنحصل عليه بيجي من 4 او 5 كيلو علف. طيب بالنسبه للسلالات زي ما قلت سيادتك المحاضره اللي فاتت السلالات اللي هي زي النيوزيلندي وكاليفورنيا اللي هي مستورده دي معدل التحويل ممكن يوصل من 3 ل 4. طيب الارنب بقى في المرحله اللي ها؟ عاليه فبعد ساعتك بيبقى نسبه التحويل من 1 ل 4 او 1 ل 5. طيب كل ما يبقى طبعا اقل بيبقى اوفر واوفر في العلف وبيعمل لي جدول اقتصادي دي بالظبط تمام؟ دي نقطة مهمة. طيب لغاية الثلاث شهور الأولين بيبقى وزنه بيوصل 2 كيلو. ده معدل التحويل ممكن يوصل من 1 ل 3. لما بيعدي 2 كيلو بقى بخش في 4 و 5 كيلو. يبقى هنا مش هستفاد بإن أنا أعدي الأرنب عندي لو أنا هشتغل في التسمين، يبقى أنا لازم أبيع الأرنب على 2 كيلو عمر 12 أسبوع، والأرانب دي بتوصل على عمر 12 أسبوع 3 شهور حوالي من 1800 ل 2 كيلو. ده أنسب وزن اللي هو الماركتينج التسويق بتاعنا. نبدأ نسوقه على الوزن ده. هقعده لو هستفاد بيه وأعمله. ده لسه صغير يعني ده اللي بوصل للوزن من 1800 اللي هو ده لسه ما يقعد 3 شهور انما ده لسه صغير ده لسه انا ده ما فيش شهر ونص ده بتاع شهرين البلدي اقصى وزن ممكن يوصل فيه ممكن يوصل 3 ونص البضاين والانواع الكبيره دي ممكن تعدي 4 كيلو في كتير في 8 في عندنا نوع اسمه في بلجيوم في نوع اللي هو البلجيوم خاص ببلجيكا وكده ده بيوصل 8 كيلو اللي هو الربع عضلة في انواع في البلاندر بيعدي 7 8 في عندنا الجبلي بيعدي 10 كيلو الارانب الجبلي بتوصل 10 كيلو في البري 15 بس شرس الارانب الجبليه موجوده في الصحراء والكلام ده كله مش مستانسه ممكن الانسان يمسكها هي ارنب بيهاجم يعوره ارنب شرس بيبقى صعب التعامل معاه فدي السؤالات الموجوده وزي ما ساعات شايفين ولو في شايفين اي حاجه هنا عايزين تحكوها في قبل ما اروح العمر قبل ولاده 3 ايام من 5 ل 7 ايام بنبدا نحط فيه قش او مشارك خشب الموجود عندنا نحطه قبل الولاده بخمس ايام عشان يبقى في مأمن عن اي اعداد طبيعيه. نجهز التؤمن بعد كده تنتف الوبر بتاعها وتحطه هنا قبلها بخمس ايام وتبدا تستنى النتاج عشان. الارنب ده عمال يشد الميه وحاسه الصوت ده نتيجه النبل اللي موجود هو هنا عمال يشرب فكل مره بيضغط بلسانه من فوق فبيضغط من فوق الميه تنزل يشرب على طول في المكان ده. يعني حضراتكم لو عايزين تشوفوا انا عايز اوريكم حاجه هنا. بصوا شايفين ازاي؟ هي الام هي خلاص بتبقى عارفه بتطلع لسانها تخبط هنا اول ما تخبط الميه تنزل. طيب النبل ده ديت بيحتاج تغيير قطع غيار لان ساعات يخش شعر جواها يبدا الميه تنزل على طول طبعا تخلص الميه تخلص الخزانات والادويه تعمل لها مشكله.
لذلك نتاكد النهارده ان مفيش حاجه من دول بتنزل ميه، ان ده سليم، نراجع عليه الصبح كله نتاكد ان مفيش حاجه خلاص، لان لو الفايبر غير الجو قلب صغير كده رفيع نبدا نعمل. طيب هو الانواع بتنطق جنسيا في وقت واحد؟ طبعا لا، في انواع صغيره تبقى حجمها صغير بتنطق بيحصل لها نضج جنسي قبل الاعمار الوسط والكبير، بمعنى ان في حاجات بتنطق العمر صغير زي عندنا في سلاله كبيره البولش اللي هي السلاله الهولندي دي بتنضج عند 4 شهور، يعني تشوف توصل 4 شهور بس حجمها صغير، دي توصل كيلو ونص كيلو ربع، دي بتنضج عند 5 شهور قصدي عند 4 شهور تبقى حجمها صغير. ها؟ الغالب 6 ايه ده؟ الغالب 6 شهور. الغالب 6 شهور، الغالب عندنا كاليفورنيا والكاليفورنيا والبلاين والنيوزيلاند ده بيبقى النضج بتاعه عند 6 شهور. في انواع تجيها الدكتور كان بيقول لي عليها اسمها الفلاميش جاينت، ده بينضج عند 8 شهور بيوصل النضج الجنسي المتاخر بتاعه. طيب في نقطه ثانيه ان الارانب هنا يعني على عمر النضج الجنسي هنا بتوصل على 5 شهور في سلاله البلاين اللي قدام حضراتكم، والذكوره بتوصل على النضج الجنسي بعدها بشهر يعني 6 شهور، يعني الامهات هنا بتنضج جنسيا قبل الذكور بشهر. برضه الحكمه ان الذكر بيبقى وزنه اتقل شويه فبيبقى فيه ثبات في موضوع عمليه التوقيع. تمام؟ طيب الام النهارده لما في سؤال برضه، طيب انا اعرف ازاي الام دي جاهزه او مش جاهزه؟ باجي النهارده هسال على اي ام زي ما حضرتك شايفين. نيجي على اي ام قدام حضرتك شفته بيتقطع اللي هو الخاص بالبويد بالقناه فالو ويكون دوره جديده. الارانب بتبقى جاهزه الدوره بتاعتها